وحد الإضراب الشامل مشهد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. الإضراب يراكم على احتجاجات الأيام السابقة رفضاً لقرار وزير العمل بشأن تنظيم العمالة الأجنبية في البلاد الذي يصنف الفلسطينيين من بين الأجانب. من طالب لوزير العمل التراجع عن هذا القرار، لأنه هذا القرار لا يشمل قرارات الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية غير راضية عن هذا القرار لأنه قرار فردي وتعسفي. مطلب العيش بكرامة ترافق مع التأكيد على عدم التنازل عن حق العودة إلى فلسطين في كل المخيمات، من عين الحلوة وبرج البراجني إلى البداوي، وليس انتهاء بالراشدية. بالتوازي أكد المحتجون ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات مع الشعب اللبناني. أنا بقول الشعب الأبي لبنان الحر، لأنه هو أكثر شعب بيقدر يتضامن معنا، أكثر شعب بيقدر يساعدنا بهاي الحقوق وهي ضد القرارات المتعجفة العنصرية. لم أرى فلسطين ولكن رأيت لبنان، ولبنان يعنيني بكل حذافيره، كل جوار لبنان تعني لي، يمكن فلسطين بالحلم ويمكن أعود، أما وممكن أولادي أن يعودوا، ولكن لبنان يعني لي الكثير الكثير. راحوا شبابنا على الخليج يبعثوا المصاري تنصرفوني، إجت الثورة المصاري تنصرفوني. احنا ما بدي اقول انه عمرنا لبنان، لكن عيب اللي عمل اللي عم بيعملوه بالنسبه لنا. قرار وزير العمل لا ينفصل عن سياق طويل من التهميش والاقصاء للفلسطينيين عن حقوقهم كلاجئين في تعريف القانون الدولي. والغضب الذي يعبر عنه اللاجئون الان ليس وليد اللحظه، بل هو كامن منذ نحو 7 عقود من اللجوء. الاحتجاجات التي تعم غالبية المخيمات الفلسطينية في لبنان من جنوبه إلى شماله تؤكد مطلب المشاركين فيها أن يعمل ويعيش في لبنان بكرامة حتى العودة إلى فلسطين. ملك خالد، بيروت، الميادين.